قصة زياد واحدة من مئات القصص التي تؤكد بشاعة ما تعرض له الإيزيدية من خذلان من الحكومتين وقواتها العسكرية، وبشاعة أكبر للخيانة التي تعرضوا لها من بعض جيرانهم في القرى العربية المجاورة لقرية حردان. حردان التي أصبحت هي الأخرى إحدى أكبر الوثائق الشاهدة على الإبادة التي تعرض لها الإيزيدية. كان زياد خلف خرطومة شقون دي حردانيم شان خلقي حردان هم من ناس دا هسي ما هاشتم دركتين غدر المهات اكرين اش دورا ما هكا اش خلقي قرشبك وكا اش خلقي نعينيات وكا اش خلقي قولا يعني قون دي دورا ما غدر المهات اكرين بكريفانية بتقي ام هاتنا قرتين قسمك جي هي سيطرة ونقري أز بخوي كشوان بوم هي سيطرة مفرق أز شوم مقلابك إسكاني إدا عش دي رقعك تيدا بود قو روحا بلا رجعة شبابك عربي تيدا بو بلندت كر و أوي وان إيدا قرتن إيدا تر ويدر تقريبا سدو هجدا سدو بيس شبابي ما كشتن بس ان مفرق وفجا غيرش قوند كشاندين أو بتنه كشتن ام شلون مخلا ام تقريبا خلاص بقول السنوني المفرق زرام هذا نقرت ام برنا سوري ام برنا سوري ام هتا 13 شهر ما هي الودري مان دام ابو كوجين وعفوا ما جوي دري هات هاغا دجاره وهاغا سيجاره وقت تهرو اغا مقابلي تا جن بكن قوتين وزارو بگیرین و بكن هاورت ت ت اش خبر تي او اش خبر زي مريبو نهاز نه ساغم هنا ز شو ساغم اس كاربم جواب اوان بك قوتين اس بين كارم اس خدمه امراد مسمنو واندا ام سوريمان وتن گوت باش عفو وهادم اني برنا قسمك جاي برنا تلبنات قسمك جاي برنا تلحفر قسمك جاي برنا غزلاني موسن ام قسمي شاربون برنا قاعدة غيارة ان زانم سيود من شاء هاتم برين غيره كوسترا وغير مثلا وقام بيجن طنبالي دتر ام ايوه من القاعدة غيارة تقريبا شسات وهنا بو بس مثلا اد بي شباب و بي قيجو بيكور ام بيجو شهر وجال بي قاعدة شمال اما انا كوجو على اساس مثلا ما بقيننا ايك الكوجو جي شلو هش رجامان على اساس ما قوم هوا مقهانا ايك ديسا قلت لهم لا اتصالي وفدري باقاقي وان رهنن بايش وين رهنن ام حولان دن تلحفر قسمك جبرنا قصر المحراب قسمك جبرنا قلعي قسمك جبرنا قصر القيو الدولة الإسلامية في العراق والشام كان يدرك الجميع أنها قوة همجية، ولكن لم يكن هناك فرد إيزيدي يصدق أن جاره الذي أكل من خبزه وشرب من ماءه سيصبح أداة وجسر لوصول داعش بأنيابه القذرة لهتك كرامة المواطن الإيزيدي، خيانة الجيران ووقوفهم مع الإرهاب ضد الإيزيدية كان أكبر دليل على أنهم لن يقبلوا دين آخر ولغة أخرى وثقافة أخرى إلا دين وثقافة ولغة القتل والسبي والدم. راس أسفلتي قولي خذي بحالي مهات وحالي زاروي مهات بس كافي جفا مقابل هما إجمالا ما إيكور ما من مبتنية شن إزديه مبراين منها وشن مروفين مهم براين منها بس مروفين مثلا تشهر كاس عصابكم بارو كاس كارم سدي بيترش دار داريخ
تجي باور ناقر بفلتي ما شان ما قد تجي باور ناقر بفلتي ده اس و حوالگی خو بان هاو استرالیا یا و دا کام کورمامگی او اوجی المانیا یا ما خود دایک ما گوم وگرا بازن ولا برادر نی دجیبون انک جن هال حردان ما گوم بازن و بو خدای ما گله زحمت خدای انز شی بروجام نه ما خوارن خوار غیر تول کے گئے ولا اکتریا متنا اوی ما تول کت خوار اگه ما کلان با سر هنگه اگری داره که ما ویرا با مثلا نم تشکی گوره کن سر اگری داره ما آود خوار او اگه ما نو ویرا با ما واسیب خوافی تید خوار بین شیوه و شش روزم بریو من ای بس بجا ما تشتک ای پشت سيسمن من نقارم وقتی دلیم اپ ایپی ما وابو نمازانی کجن نمازانی چپسره کشتی امل يعني السريقي با من فرحي من سريقي با من مال ميلاد بون ايل بيما ما نزاني شب سري وانتي يعني قصة قا مال ميلاد بو او خده اهرا اهرا ميستري حقا هادن قيشت برين حقا اقام ام شباب نكاربان تشتقي كان اف قوادش قوادا داعش اصنا بيجي مثلا احترامش عربا ري قنجل عربا هنيني قنجل تلحفريا هنيني قنجل يعني طائفة قنينة مثلا ملتا قنينة يقش دينا بان حقا الهاد المان قوادش قوادا ابدستي قشت ما قرن وي وقتي ام قل سدبونو من قريان حقا تشكش ما ناي يعني قلق ابزع ما دو بار بقا السوري برشاوي ما تشيو بار بقا الكوچو البرشاوي ما تشيو بشتين بقرهاين كوچو البرشاوي ما تشيو وتلاح فرجي برشاوي ما تشيو ای باب خودی او برند برند سوک نسا نخاسه و آن شغلت فروت اینه و یعنی او دین بو زیاد که اغلب اهالی قریته و حردان نجع من الموت او القتل الجماعی الا انه و على مدار اشهر كان یر الموت یومیا و هو في الاسر لدى داعش ويذكر وبحرقة قلب ودموع كيف قتلت الدولة الإسلامية أمام أعينه 120 فردا من قريته. من بينا مشتركوا بس متحملين ناكر أز قريام وقتي مثلا ما باجي دام فلتجي هي دليما إش ما بترب إيه بش ما فابو يعني قاسي ام خنافك اللي ما قوكم قهنا في درب باشا شبو حالي الدتر واربقى هجمالا منا ما بي زيدة بانزا بشانزا بترج مالا ما مايا مام كورمام جمام جن كورمام زاروك قالك مانا بخدي مبخو از مثلا از وداكا خو وكره خو وبراكي خبون ام چارج مالا ما كان بس متى هر مالا ما بو بس مالا باب مي پیر ام نزيغا پنج پنجو هنه کی خدنه د سواندا على اساس و من نقل مدينه العاب شاهين اهني مرا بو خو في شرط ال بن وان جرکی دوان کفن وان دا و مالا دا او ما گرهان جی المدگر هنو و پشتی و قزل قیو وکس چیکا آوی چیکر بو سیما تیدا بو سیما امریکی ما او در در باس کرو و ما تن پشتا تل عبتارا پیما مثلا پیما گرهان بس من ندیده
مقالاكي بريفا مان خوايش برشي تعبي خدي ما بري خدا چاي شنگالي ما بري خدا بر شرف دينو پيريا ورا ما گو حقا او ما ونهاتن ایک نگاری مساعدا مگا اما نه با خلیفه با جماعت فقیر و آن سلمان نه پیش مرگ او نو امانی نه ویدری. الألم والعذاب الذي عاشه زياد في الأسر لدى داعش وبعد هروبهم جعله يعيش في حالة نفسية مزرية، لأن صور أصدقائه وأحبائه وأهالي قريته لا يفارقون مخيلته. زياد مع مجموعة من الأهل والأقرباء قرروا أما الهرب أو الموت، وحالفهم الحظ وهربوا من تل أحفر حفاة وجائعين مشيا على الأقدام، ووصلوا إلى جبل الشنقال وتحرروا من بطش داعش، إلا أن الظلم والانتهاكات التي تعرضوا لها ما زالت معلقة في ذاكرتهم ويعيشون معها ويتذكرونها كل ساعة.